بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل هذه الانطلاقات المميزة، أشواط الكبار وتحدي الكبار وإبداع بار والمنافسات الشيقة التي تابعناها في ميدان الشحانية في هذا اليوم الخاص بالكبار. هذه انطلاقة الشوط رقم 9 الخاص بالحول، وانطلاق أسماء جديدة وشعارات مميزة في هذا الشوط. رحلة البحث عن الناموس هي 6 كيلومترات، رحلة مقررة اليوم معنا في انطلاقة السباق المحلي الرابع والمرحلة الأخيرة ضمن هذا السباق المحلي. نتواصل في هذه اللحظة لنتعرف مع المركز الأول، وهذه عزم على المركز الأول، تحتل الصدارة وتنطلق. عزم ملكيتها للسيد محماس بن سعيد بن علي الشيبة على المركز الأول وعلى الصدارة، تليها مزون فهد بن غصين بن عبد الله العرجاني مع المركز الثاني وتنطلق بالمركز الثاني. المركز الثالث متابع اللي تحتل المركز الثالث هناك في ثالث المراكز، وانطلاقة اسم جديد وشعار يشارك في هذا الشوط، وهي أشواق، ملكية أشواق لناصر بن سالم بن فهيد المكسور. هذه أشواق بالمركز الثالث. رابعا النشلة على المركز الرابع، وملكية النشلة لمحمد بن ظفر بن محمد العامري، أحد الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن العين. المركز الخامس، هذه الشبلة لمحمد بن سالم بن مسلم من جار الله النابل. هذه الأسماء أيها الإخوة المتابعون، وهذا النداء الأول للأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. الأسماء المميزة هناك ثنتين في المقدمة وثنتين في المركز الثالث والرابع بانطلاق مميز. هناك فارق تقريبا 100 متر بينها وبين المركز الأول والثاني والثالث والرابع، ولكن المركز الخامس يتواجد فيه أكثر من اسم، تقريبا أكثر من اسم. أفضل توقيت عندنا في صباح هذا اليوم، أفضل توقيت مع العنود صاحبة الشوط السابع العنود، وأفضل توقيت عندنا 9:41 جزئين من الثانية. وهذه العنود، هذه العنود ملكيتها لعبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المري، وغنية عن التعريف، هذه الكل يعرفها، الكل يعرف هذه الذلول صاحبة الإنجازات الحافلة والمميزة في العام الماضي وما قبل الماضي. عموما أعود إلى مجريات الشوط، إلى المركز الأول هناك، إلى المركز الأول. انتصفت المسافة إخواني المتابعين، انتصفت مسافة وعمر هذا الشوط، ونحن في مسيرة الكبار وتحدي الكبار ولقاء الكبار وإبداع الكبار في ميدان التحدي، حيث يتواصل أبناء القبائل في هذا اليوم في السباق المحلي الرابع، وإبداع منقطع النظير منذ الصباح الباكر. وهذه الشعارات تتراقص في ميدان الشحانية لتهدي لكل المتابعين أجمل ما يقدم في هذا العالم الساحر. يا سلام، متعة الكبار غير، وإبداع الكبار وتألقها، وهذه الأسماء اللي نعرفها ويعرفها الكل، كل المتابعين اللي يتابعون عبر شاشات قناة الريان يعرفون هذه الأسماء جيدا، يعرفون هذه الأسماء من خلال الإنجازات الماضية مع هذه الشعارات المميزة. عزم على المركز الأول، وتابعها على الكادر الفوقاني عبر شاشة قناة الريان، تابعوا عزم على المركز الأول، ملكيتها للسيد محماس بن سعيد بن علي الشيبة، محتلة للمركز الأول. بينما المركز الثاني، شوف المركز الثاني، هذه اللي تحتل المركز الثاني
مزون ملكيتها للسيد فهد بن غصين بن عبد الله بن غصين العرجاني مع المركز الثاني. ولكن شوف المركز الثالث المتدخلة والمنطلقة، وهذه ضيفة الميدان، ضيفة الميدان قادمة من العين، من العين كما يقولون، العين دار الزين، دار الزين هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه العين اللي محمد بن مظفر بن محمد العامري، ويتابعونها للعين، يتابع العملاق العيناوي انطلاقة هذه الذلول، وهذه النشلة على المركز الثالث والمركز الرابع. من الجانب الآخر تسلل لاسم جديد، وهذه براهين، وديروا بالكم من براهين اللي تحتل المركز الرابع، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين تحتل المركز الرابع، وانتظروا مفاجأتها. المركز الخامس هذه الشبلة تتدخل وتنطلق، ومحمد بن سالم بن مسلم بن جر الله نابت في المركز الخامس. هنا النداء الثاني، وبدأ الأمور بالاقتراب يا الشيبة، بدأنا نقترب من عزم. يا سلام، الفارق بدأنا بالهبوط، وأمامنا لوحة الكيلو 200، ال1200 كما يقولون، ال1200، ونحن في مدرج الناموس. بدأنا بالهبوط، يا سلام، هذه عزم وملكيتها لمحماس بن سعيد بن علي الشيبة، ويلا يا راعي عزم، يلا يا راعي عزم. اللحظات الأخيرة عندك استراحة المحارب، ولكن هذا هو الكيلومتر الأخير. هذه لوحة واحد، ويا لثقلها هذه اللوحة. ولكن عزم الأقرب للناموس والانتصار. شوف المركز الثاني، رقمها 2 واسمها الشبلة، ملكيتها لمحمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. يا سلام، أشواق انطلقت، وناصر بن سالم بن فهيد المكسور، يلا يا أبو سالم. اللحظات الأخيرة. شوف المركز الثالث والرابع والخامس، هناك براهين من الجانب الآخر بالمركز الرابع، وهنا نشلة على المركز الثالث، وتدخل لاسم جديد، اسم جديد، انطلاقة ريم جابر بن عبد الله بن ناصر العطية. ولكن عزم على المركز الأول، ومحماس بن سعيد بن علي الشيبة، حرك الحديدة شوي. يا سلام، عزم على المركز الأول، انطلقت براهين قادمة، أشواق قادمة، واللحظات الأخيرة. ولكن عزم على الصدارة في اللحظات الأخيرة، وهنا أشواق يا المكسور، وحرك يا غانم، هنا براهين، واللحظات الأخيرة، الناموس الغالي، وهناك براهين، وتدخل لدلمة علي بن حليس بن علي العفاري. ولكن عزم فازت. تهانينا لمالك عزم محماس بن سعيد بن علي الشيبة، فاز معنا في هذا الشوط بفوز عزم بالمركز الأول. المركز الثاني دلما لعلي بن حليس بن علي العفاري، وثالثا احتلته أشواق لناصر بن سالم بن فهيد المكسور، رابعا براهين لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، والمركز الخامس وصلت النشلة لمحمد بن ظفر بن محمد العامري. أيها الأخوة المتابعون، انتهى هذا الشوط بما حمل من قوة وإثارة وإبداع، وفازت عزم 9 دقائق 55 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيتها الزمني. ملكية عزم للسيد محماس بن سعيد بن علي الشيبة، تهانينا والناموس. وهذه دلمة 9 دقائق 55 ثانية، 89 جزء من الثانية، دلمة وملكيتها لعلي بن حليس بن علي العفاري، وهنيك الناموس. وهذه أشواق 9 دقائق 56 ثانية، 13 جزءا من الثانية، أشواق لناصر بن سالم بن فهيد.